باحتضان فعاليات هذا اليوم الدراسي الموسوم بتربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة الذي تولي له الدولة الجزائرية أهمية بالغة وخاصة السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين. ومن بين النقاط التي عالجناها هي من أجل هذا اللقاء التحسيسي لخص تربية الأسماك. عرفت تربية المائيات لبلادنا نموا متسارعا في السنوات الأخيرة. مداخلة وجيزة، أني أعطيك بعض المؤشرات ولا هاي تروح تضيع هكذا ولا من الغلال أو القوم. من أجل الولوج إليه لما لنشاط تربية المائيات خاصة المدمجة مع الفلاحة من أهمية كبيرة على المردود الفلاحي لدى الفلاحين، حيث لمسنا استحسان كبير للفلاحين في هذا المجال. هذا اللقاء جاء بعد أنني أنا بصفتي نائب من الشعب الوطني تلاقيت مع السيد وزير الصيد البحري في لقاء مبرمج، وكنا تكلمنا على عدة نقاط، ومن بين هذه النقاط طرقنا إلى تربية الأسماك، تربية في المياه العذبة وخاصة في المياه العذبة، لأن هي كما تعلمون منطقة باريكا الكبرى منطقة شبه صحراوية، والمشروع هذا نجح في المناطق الصحراوية بقوة، والدولة تسعى من أجل أنه تمشيه عبر كافة التراب الوطني في المناطق الصالحة لهذا المشروع. هذا المجال الذي تولي وزارة التكوين والتعليم المهني له أهمية بالغة من حيث تخصيص شعبة كاملة في تربية المائيات، وكذلك تفعيل اتفاقيات المبرمة بين وزارة الصيد والبحري وكذلك المواد الصيدية وبين وزارة التكوين والتعليم المهني. هنا في ولاية باتنا كانت معنا شراكة فعالة مع المحطة الجهوية لولاية سطيف وكذلك المكتب التعاملي المتواجد في ولاية باتنا، كوننا عدة فلاحين وعدة مهتمين في تربية المائيات. من هذا المنبر ندعو جميع الفلاحين والفاعلين والمستثمرين الراغبين في هذا الاستثمار وتجسيد هذا الاستثمار على أرض الواقع أن يتقدموا لمصالحنا لتسجيل أنفسهم من أجل مباشرة إجراءات والاستفادة من الدعم والانخراط في البرنامج المعني بتربية المائيات. تكونت أنا والابنان تاعي في سطيف ودرنا تكوين واستفدنا من التكوين وتعلمنا بزاف أن نربي الحوت، ودرنا دورات تكوينية أخرى ومشينا شرينا الليزال باسقار تاع الحوت وزرعناها في الحوض المائي وراها منجحوا وراه يعني يتكاثر قاعد الله يتكاثر في الحوض المائي، ونطلب من الدولة دعمنا بالبسنات لجيو ممبران هذو باه نكبروا المشروع أنا والابنان تاعي. قمنا بدورة تكوينية في ولاية سطيف أنا والأب تاعي، وقمنا بالتجربة اقتنينا البلطي الأحمر لزالفة وصغير وتقدمنا في التجربة بإيجابيات، والآن يعني هو جاهز للتسويق، ونتمنى من الدولة أنها تدعمنا في المشروع الخاص بنا وأنه نمدوا الإفادة للدولة تاعنا.